طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية روسيا السماح للأطباء الأوكرانيين أو الأجانب للكشف عن صحة المعتقل الأوكراني بافل غريب المعتقل بشكل غير قانوني في روسيا. وأعربت الوزارة عن احتجاجها الشديد على رفض روسيا السماح للأطباء بزيارته، كما دعت المجتمع الدولي والشركاء إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على موسكو. هذا وكانت قوات الأمن الروسية الخاصة اختطفت الأوكراني بافل غريب صاحب 19 ربيعا في أغسطس 2017 بالعاصمة البيلاروسية مينسك. وتأكدت أوكرانيا فيما بعد أن المواطن الأوكراني محتجز بسجن في منطقة كراسنادار الروسية، فيما أعلنت المحكمة الروسية مواصلة اعتقاله حتى 4 مارس 2018.